ان شاء الله الاهلي اداه قدود، وزي ما قلت لكم من اول ما خسرنا الاهلي يا جماعه اداه قدود، وقلنا في الاستوديو هنا ان شاء الله الاهلي هو صاحب هذه البطوله. هختم معاكم بمقوله: بينما انت تلهو وتلعب هناك نادي يصنع المعجزات، انه النادي الاهلي. افرحوا انتوا اهلاويه وتصبحوا على الف خير.